عليك، ونفسك جسمك يبقى كيرف وتشد المنطقه دي والترهلات الداخليه وفي خفسه هنا، ونفسك جسمك يبقى كله حلو وتمارين سهله خالص، ولا تتعب لك ظهرك ولا تتعب لك ركبتك، وتمارين سهله ومن البيت، وهتخلي شكلك حلو قوي قوي قوي. هقول لك النهارده مجموعه تمارين سهله جدا يا ست الكل. اول حاجه هبقى نايم على ظهري اهو، انام خالص سهله اهو، نام على ظهري خالص. بصوا ايدي هحطها تحت هنا ورجلي اهو، بصوا هلم واحده اهو، بصوا الثانيه، بصوا بالطريقه دي اهو، واحد اثنين ثلاثه دي، ورجلي مشدوده فده هيقوي لي رجلي من هنا. طيب التمرين اللي بعده بص كده، انا رجلي هعمل كده بالطريقه دي، واحد بالراحه خالص عشان ما تاذيش ظهرك، اثنين اكني بعوم بريست كده بالطريقه دي، ثلاثه وبفتح رجلي بلمها قوي على بطني وبفتح رجلي كده اهو، اربعه خمسه، فده هيقوي لي الداخليه والخارجيه، هيقوي لي رجلي كلها. طيب بعد كده ما بخلص بصوا كده هقعد بالطريقه دي وهشتغل بالتكنيك ده، هقرب هقرب كعب الجزمه بتاعتي او كعب الشوز بتاعي لبره وبزق واحد وافتح اول بره واثبت، اثنين واثبت، فده هيشدني المنطقه الداخليه دي كلها، فبالتالي هيقويها ومش هيخلي فيها ترهلات. ركزي معايا اهو، اربعه واقفل قوي وازق، خمسه اهو، سته، واهم حاجه ظهري مفروض ما اعملش كوس كده عشان ما ازيز ظهري اهو، سبعه ثمانيه وزق قوي اهو، وزق واثبت، رقم 10 اثبت 10 عدات. تمام، الشكل اللي بعده ده سهل جدا، هرجع اجيب استك بالطريقه دي اربطه اهو ما بين رجليا، بصوا كده انا نايم خالص على ظهري اهو، وهعمل كده، دي ثابته ودي بشدها، واحد وبرجع تاني اهو، اثنين، فانا كده باول كوادرسبس بتاعتي او العضله الاماميه، ثلاثه او 10 عدات، اربعه واسند راسي عادي، خمسه ستة عشر عدات، ثم اعكس طبعا رجلي التانية اهو، واحد اثنين ثلاثة عشر عدات. تمام، ده تمرين مهم جدا. بعد كده التمرين اللي بعده هبعد كده كعب رجلي على الارض وازق وارفع دي لفوق، واحد وانزل، بصوا ببعد دي واثبت، واحد اثنين ثلاثة، عايز اصعبها، بصوا عايز اصعبها، هقوم عامل كده بالطريقة دي اهو، اصعبها كده اهو، وببعد دي قوي واثبت اهو، بصوا اهو مثلا هنا، وبزق دي واثبت، واحد وبلم اهو، اثنين وبلم، ثلاثة وبلم اهو، أربعة وبلم كده، أنا بزود المقاومة جامدة جدا. طيب التمرين اللي بعده هبقى أدخل رجلي هنا أهو، أدخل بصوا كده بالطريقة دي عادي خالص أهو، وأدخل دي التانية، بصوا كده ركزوا، دخلت الأستك هنا أهو، بصوا هعمل إيه؟ رجلي دي هتطلع بره، واحد أهو، اثنين ثلاثة اهو، بشد الاستك قوي، أربعة، أهم حاجة أظبط بقى حوضي، حوضي يبقى مشدود، ماشي؟ طيب الشكل اللي بعده هبقى ثابت كده أهو، وأحاول أطلع بدي، واحد، اثنين، ثلاثة، ركزوا بقى هنا قوي إن أنا بصوا أنا دايس عليه فين؟ لأن لو عملت الاستك هنا، لو أنا عملت الاستك هنا، بصوا هيطلع مني، شفتوا جرى إزاي؟ فكده المقاومة بقت وحشة، أما أنا دوست عليه، بصوا أما دوست عليه وزقيت بقى في مقاومة أحسن، أربعة، خمسة، وراسي لفوق وشادد نفسي جدا. ستة سبعة عشر عدات، ثم اعكس، واحد لبره اثنين، ثم العكس رجلي متنيه فوق، واحد وشد قوي، اثنين وشد قوي، احس المنطقه دي شدت عندي جامد جدا، دي حاجه في غايه الاهميه. بعد كده بصعب التمرين شويه وانا زي ما انا ايدي عكس رجلي، بص اهو، واحد عشان كمان اشد الكور واشد الجسم كله اهو، والمس ركبتي واطلع، اثنين اهو، ثلاثه اهو، اربعه اهو، حلو. التمرين اللي بعده وده مهم قوي، ان انا برده رجلي اهي، يعني انا برده هما الاثنين عند يعني عند مشط رجليا كده وعند قصبه رجليا من هنا، نايم على وشي اهو، بصوا عامل ازاي اهو، واطلع لبره واثبت، واحد اثنين اهو، ثلاثه، طب لو ده صعب اهو، اربعه واشد لبره قوي اهو، خمسه شد لبره قوي، وبقفل هنا جامد اهو، سته وانا مريح خالص اهو، سبعه، ثمانيه، تسعة، حاول اثبت الثبات يا جماعه، واقفل دي هي دي الاهم حاجه بالنسبه لي، هو ده اللي هيفرق معايا، خلي شكل جسم حضرتك حلو قوي قوي قوي. طيب بعد كده انا عايز بقى المنطقه الداخليه اديها كمان تمرين، انا رجلي اهو تمام اهي، واطلع بدي قوي لفوق، واحد، فانا كده شادد على المنطقه دي، اثنين اهو، ثلاثه ومريح خالص اهو، اربعه، خمسه وشد. طيب ده صعب، ده صعب، شيل الاستك خالص اهو، شيل الاستك خالص اهو، وبطلع بدي لفوق واثبت، واحد واثبت اهو، اثنين اهو، ثلاثة، وشد مشط رجلي عليا وشد المنطقة دي. طيب الشكل اللي بعده لو أنا عايز أجيب اللي جوه واللي بره، بصوا ركزوا، أنا نايم خالص عادي أهو، نايمة خالص عادي أهو، رجلي دي هلمها لفوق، فأنا شديت على دي فردت تاني ومشط رجلي أهو، واحد كده، واحد بصوا أهو أهو، واثنين، وأهم حاجة شد مشط رجلي وما بلفش، أنا ثابت أهو، حلو، لميت دي على بطني، فأنا كده عملت سريش على دي فردت وبطلعت لفوق، فأنا قويت المنطقة دي كلها أهو،
واحد اهو بسرعه شويه هعكس اهو قايم على جنبي خالص اهو بالطريقه دي ايدي تحت دماغي اهو بلم دي الاول وبفرد ثم بطلع اهم حاجه مش رجلي اهو لميت وفارد واطلع لميت وفارد وبطلع اهو لميت وبفرد وبطلع لميت وبفرد وبطلع. طيب خلصت ده وكل التمارين دي سهله اصعب التمارين شويه اشغل كده بالطريقه دي بصوا واحده واسعه واقعد بعد كده واحده ضيقه واقعد اهم حاجه ركبتي ما تعديش مش رجلي اهو واحد رجلي ضيقه اثنين اهو اثنين اهو بالعكس اهو رجلي واسعه ضيقه واسعه ضيقه رقم 20 اثبت 20 ثانيه اثبت بالتكنيك ده فانا شادد المنطقه دي كلها وظهري مفرود اهو بالطريقه دي صدقوني بعد اربع مجموعات الموضوع هيفرق جدا شكل جسم حضرتك هيبقى حلو قوي نصيحه اهتم بالتمارين دي اعمل اربع مجاميع في 10 عدات ورقم 10 اثبت 10 عدات هيبقى جسمي شكله حلو قوي وهتبقي جسمك فت